رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز أبدأ بس أنا أعرف بس بيدور على أكبر نقطة قوة هو عايز ينسب نفسه ليها ويعرف نفسه بيها. يعني أنا مثلا لو قلت لأي حد تاني ممكن واحد يقول لي أنا فلان الفلاني أنا اسم، هو ذات نفسه اسم فبيعرف نفسه باسم. ممكن يحتاج لقب على الاسم، يعني مثلا لو أنيس منصور مثلا أنا بقول يعني أنت مين؟ هيقول لي إيه؟ مش محتاج
لو زويل مثلا هيقول لي انا زويل هي انا اصلا يعني الحرف التالي اللي اسميها مش حلو معاها حاجه. ففي ناس بتبقى الاسم في واحد بيحتاج ان هو يجيب معاه لقب، في واحد بيجيب اسم عيله، في واحد بيجيب الوظيفه، في واحد بيجيب انتماء سياسي، في واحد بيجيب اي انتماء فكري. كل واحد بيدور على حاجه اللي بيشوف ان هي بتكسبه قيمه وجاوب يقول انا كده بالظبط. لو كان انت ده مش معناه انت تقول اسمك ايه واسمك ايه واسمك ايه، بس انت ايه قيمتك ايه هتدور على اكتر حاجه بتكسبك قيمه. عايز اسيب بقى الموضوع ده وارجع اجي لموضوع تاني قديم جدا من حوالي 2000 سنه لما سئل ربيعي بن عامر احد الصحابه سأله رستم وكان ملكا وقال له من انتم مين؟ انتم بتحاربون ايه مين؟ فجاوب قال ايه؟ ربيعي بن عامر قال نحن القوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. ربيعي بن عامر كان بيفكر وهو بيعرف بنفسه أو حد بيقول له أنت مين؟ أنا مين؟ أنا كده. نحن قوم ابتعثنا الله، أنا دي كنتي، كنتي إن أنا أكون ليا دور، كنتي إن أنا أكون إيجابي، كنتي إن أنا أدل الناس على ربنا سبحانه وتعالى، كنتي إن أنا أمحي الظلم البشرية، دي كنتي. غير كده مفيش. أو أنت تكون دي أكبر دين الركوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه لما كان الصحابة بيتكلموا معاه ويعظموه بشكل هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان رافض. قال انت سيدنا وابن سيدنا. قال لا بل قولوا انا محمد عبد الله ورسوله. دي الطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يعرف بها نفسه. الحاجه اللي هو شايف ان هي القيمه اللي تكسبه اعلى منزله ان هو يكون عبد الله عز وجل ورسوله. انا عايز اقول ايه بقى؟ انت مين؟ انا جاي اقول لك مفاجاه كل بقى عقد. انت عقد. طب انا عايش ايه الجديد يعني؟ صح؟ في حد هنا مش عارف ان هو عقد بصراحه. بص سيبكم دي واحده وانا هتكلم لوحدي على استعداد ايه يا عم الغريزه دي كده هو. حد هنا شايف ان هو مش عقد بصراحه. طب اللي شايف ان هو عقد يرفع ايه؟ اللي شايف ان هو مش عبد يرفع ايده. طب اللي شايف ان هو مش كده ومش كده ايه الاخبار؟ في قصه بتاعت الالف المركز اللي راح بيقول لك بيختاروا العساكر الالف المركز ازاي؟ واخد يعني ياسر يعني يوقفوه صف كده ويقولوا ايه؟ اللي بيعرف يقرا ويكتب خطوه قدام يا ابني يطلع، واللي ما بيعرفش يقرا ويكتب خطوه ورا يا ابني. يعني في صف في النص ده اللي هو لا بيعرف يقرا ويكتب ولا ما بيعرفش يقرا ويكتب. بيعبدوه قوي، انتوا في ناس لا هو عبد ولا هو مش عبد. ده يقدموا استماره ورا اسامي بس يا شباب وعلى الامن هناك تدفعوا كويس قوي وتبقى ما شاء الله ضمان تترجع النهارده البيت المستقبل. هو الحمد لله دي خدتني الجامعه الامريكيه وانا طلعت منها عسكري في الامن المتحدث هتفرح جدا. يا جماعه اصحوا شويه. واحد مين مش شايف ان هو عبد؟ ليه؟ انت شايف نفسك ايه؟ انت قيمتك ايه؟ اكتر من ان انت تكون عبد. اجي يمكن انت ما توصلش بس انا اقصد كيفك. انا اقصد فعلا ان اعظم حاجه اعظم وظيفه اعظم شان اجل منزله لاي انسان ان هو يكون فاكر وعارف ومستحضر وفاهم كويس جدا ان هو عبد. طيب خلينا نقول ان عدد كبير جدا بيقول ماشي في اضافه. طيب حد شاف فيلم هجره اسمه ايه؟ اسمه الهجره هو اسمه الهجره بس حد شاف الافلام اللي بتيجي في ال رأس السنة الهجرية والأفلام دي عارفينها اللي هي بتبقى ربعة بتحب أحمد وقصة حب
الحب ماشيه، وفي بقى نبي جاي على جنب كده وحصل حاجات كتير ومعرفش ايه، كفار ومسحه وجبه تخينه والتاني وعسل واحد لاحد، وبعدين عارفينه؟ وبعدين اللي يحصل؟ لسه هما بقى بيحبوا بعض، لا عايز بقى القصه وبس بقى النبي ده ايه بقى عايز يهاجر ومعرفش ايه، وهم لا شغالين بيحبوا بعض والدنيا ورايحه وجايين بيخرجوا والدنيا، بس في نبي بقى ايه لحد وهي عين اتعملت، فاكر عارف؟ اتعملت ايه؟ وبعد ما اتعملت ايه اللي حصل؟ لا ما انتوا مش مذاكرين كويس، مش ممكن ده انا فاهم الفيلم ده من الفيديو بتاع من زمان قوي. بعد ما اتعملت سافرت هي هاجرت للمدينه والعبد اللي بتحبه ده هاجر، وعلى دخله النبي، شوف يا اخي على دخله النبي صلى الله عليه وسلم على دخلته كده اهو ربنا رد لها بصرها، حضروا بعض بقى وبصوا بعض بقى والدنيا بقى، ودول اصلا ايه طالعين في الفيلم ان هم ايه؟ ده صحابه يعني المخرج ما كانش باين اللي هو ايه ده يا عم دول مش كانوا دول صحاب حضروا بعض وبصوا بعض ازاي؟ والنبي داخل انت بتعيش فين؟ صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان كان دايما بيتصور لنا في الافلام ان الكفار دول كفار قريش والنص الناس في قريش دول ان هم ايه ناس اغبياء جدا مغفلين جدا كل واحد كرش وسبع متر قدام لازم يبقى تخين وحاوته ضخيمه وبيتكلم بقى ده سلاسة بيتكلم بالشكل ده وممل جدا وانت تشوفه تكرهه من اول وعبوس ما بيضحكش وما يجي يضحك اليوم خمر ونساء صح؟ ده الجو ده الجو والتاني بقى المسلمين دول ايه؟ ملايكه كتير وكده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس هو ايه؟ في ناشونال جيوغرافي ده كلاسيك هو مش طبيعي هو هذا يا واحد مش كده فده دايما كان بيبقى قصه مع المسلمين وقلت لك انت نفسيا تبتدي تكره كل الناس اللي وحشين مع العلم يا مصطفى ان الوضع ما كانش كده خالص خالص الكفار على العهد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوس الناس في قريش كانوا ناس من معاييرها اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ناس شيك جدا مستوى مادي عالي جدا مستوى اخلاقي عالي جدا مستوى اجتماعي عالي جدا مستوى ثقافي عالي جدا سلطه عاليه جدا ما كانش ابو جهل ما كانش ابو جهل متقطعين ومعاجين ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك يا عمر بن الخطاب يا اما ابو جهل فده كان حق لطيفه كان شكله كويس كان محترم كان ناس كويسه جدا كان شكله هادي لدرجه ان النبي كان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان نفسه انه يكون مسلم وكان بيقول ايه اللهم اعز الاسلام باحب العمرين يعني ده كان شكله روح يقول ايه عز الاسلام لكن الصوره اللي جايه جامده دايما ان هم ناس اغبياء وبتاع وسايحين على نفسهم كده تمام؟ ده الوضع ما كانش كده خالص، فبس عايز دي بقى عشان خاطر هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الدين وقال يا جماعه اسلام ولا اله الا الله ومحمد رسول الله هم ليه ما ردوش؟ يعني انا دلوقتي لما قلت لك يا جماعه في حد معترض ان هو يكون عبد ربنا بصراحه طب مين وافق ان هو يكون عبد ربنا؟ لا اللي عايز ارفع ايده اللي وافق ان هو يكون عبد ربنا. تمام؟ ممتاز. سؤال ليه ابو جهل ما رفعش ايده؟ ها؟ عشان برستيجو لا ليه يعني؟ عايز ليه؟ كان ممكن هو يبقى ده عامل كان هيبقى معاه ما هو معاه حلو معاه ماشي ايه كمان؟ ايه؟ الكبر ايه كمان؟ ما اقتنعش ماشي ايه كمان؟ عشان هيطيع ربنا في كل حاجه جزاك الله خير هو كان فاهم يعني ايه؟ ان انا اكون عبد هو احنا ليه ايه؟
هو احنا ليه جرأة قوي عندنا زي مسألة معلش يا جماعة على الاسم، انا ممكن اكون كده اتكلم بجد شوية اكون خالص شوية استحمل بس يعني ده اسمي المهم يا جدع هو كان فاهم يعني ايه حقد؟ انا فاهم يعني تخيل انا لو قلت لاي حد في الدنيا دلوقتي انت بتحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ بلاش اسالك مش هسالك حاجه ثانيه عقل عليا وانا جاي مسافر وراجع اسكندريه يعني انا ما حسين وجاي ازاي وجع لا في الامن المركزي معاك عريف لك تحب ربنا؟ ما بس انت بتحبني حاجه من ما اعرفش ماشي هتعرف ايه؟ لسه تذكر كده؟ انت اللي لابس نص كوب مع سيرك اللي لابس دي نفسك ما تخشيش النار؟ نفسك تبقي معانا مش هتسيبك في الجنه؟ نفسي ان انا اكون في الفردوس الاعلى؟ في حد يقدر يقول لا والله انا شايف ان الفردوس الاعلى ده هتبقى زحمه ولا الوضع مش هيكون بالنسبه لي لطيف غير ان انا واصحابي مش هناك فانا شايف ان انا اكون في مكان زي كده في حد ممكن يقول كده؟ مستحيل في واحد ممكن اقول له هو انت بتحب ربنا يقول لي ايه؟ بص انا كنت بحب حد قوي امبارح بس قوي امبارح حصل موقف ينفع؟ ما ينفعش دي واحد يقول مثلا نفسك ما تخشش النار يقول لي لا والله ليه؟ مين قال كده؟ انا نفسي اخش دي ينفع؟ غالبا يستحيل ليه؟ ده في اللغه العربيه حاجه اسمها السؤال البسيط ايه السؤال البسيط ده؟ اللي هو هل اكلت؟ نعم؟ لا تمام؟ اجابه؟ له اجابه سؤال له اجابه تتكون من كلمه واحده لا احتمالات انت صحيت النهارده؟ لا. انت كلت؟ لا. انت ما اعرفش ايه؟ لا. ما ينفعش اقول ايه؟ انت كلت يقول لي والله بس انا يعني الاهل كان اكلت ولا ما كلتش خالص؟ كلت ولا لا؟ لا. تمام؟ انا بقى بقول لكم احنا عملنا سؤال ابسط من السؤال البسيط. اللي هو سؤال له اجابه تتكون من كلمة واحدة وليس لها أي احتمال. السؤال ده في اللغة بيقولوا عليه سؤال ساقط الدماغ. مش عارف. تحب ربنا؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسك تدخل الجنة؟ طبعا. نفسك تخش النار؟ أكيد. نفسك تشوف الفردوس الأعمى؟ يا نهار أبيض ده فردوس قديم. نفسك تبقى ما اعرفش ايه اكل وش اي اجابه ينفع واحد يقول اجابه ثانيه؟ خلاص يبقى دي الدلاله ساقطه ملوش لازمه قوي يبقى ما ينفعش تيجي تحتك بكلام بس ده دي مش كلام بس اديني فعلا عشان خاطر كده ابو جهل هرجع ليه تاني ابو جهل لما تعرض عليه الاسلام قال لك لا انا بحط نفسي مثلا مكان دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي دلوقتي تمام؟ وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا كلمة تسود بها العرب والعجم كده قالوا ايه؟ لو احنا يا عم لا اله الا الله يا سلام طب ولا اله الا الله كمان ليه؟ احنا مش شايفين الله احنا فعلا عندنا مشكله دي مشكله العبوديه انا اسف يا جماعه بس احنا ساعات كتير بنقول لا انا مش فاهم انا عبد بصراحه معلش انا محتاج ان انتوا تركزوا قوي معايا دلوقتي لان انا يمكن ما بفوتش تاني فعلا انت لو مصدق ان انت عبد وعارف مقام ان انت عبد وضعك هيختلف تماما مع ربنا هم كانوا فاهمين عشان كده رفضوا احنا مش فاهمين عشان خاطر كده وفقنا بسهوله يمكن لو كنا فاهمين كنا ترددنا عشان خاطر كده نفسر ان في ناس كتير مسلمين بره في امريكا مثلا في فرنسا وتيجي تتعامل مع بنت او مع الولد مش ممكن البنت حكايه مؤمن بدينه جدا يمكن اكتر من اللي هنا ليه؟ عشان ده بعد اقتناع قوي هو رأى اقتناء ان هو يحول نفسه من واحد
بيعبد مزاجه بيعمل اللي هو عايزه خلاص لواحد عبد لله. فلما بقى عبد لله فهم ان انا ما ينفعش اتعدى حدودي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران: وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار من امره. انت فاهم دي؟ انا كلمت دلوقتي، هل قال انت مؤمن يا فلان؟ يا فلان هل انت مؤمنة بالقران؟ ينفع تقول لي اه ولا لا؟ قطعا هتقول لي اه. نعم انا مؤمنة بالقران يقينا. طيب ممتاز. نعم. لو انت مؤمن بالقران تقول حسن سؤال. بس لو معايا اختصار شديد تمام ونضع عشان ما نسترسلش تمام. انت هنا في الامتحان انت لو بتجيب تقول كريتس ان انت ممكن تجيبها من ايه حتى يفهم اف ده عمال عارف ايه اللي بيحصل فيه اف ده انت اف يعني تمام. طب لو انت مثلا ينفع تخش على الدكتور تقول له ايه يا دكتور ايه الاخبار في ايه الورقه عامله ايه؟ قال لك ايه يا دكتور جايب 50 درجه من 150 درجه وحضرتك ده بي اف حبيبي ما 50 ده بي اف صح؟ ايه؟ اه هو امتحان ما دام انت انسان يبقى انت لازم ترضى ان انت تخطيط الامتحان لان ربنا خلقك ربنا لازم عشان تقدر تعبت لازم تبقى تصدق قدام الناس خلقك عشان انت تعبت انت عمرك اسمك ايه؟ احنا انت اخترت مستواك المادي ولا اخترت مستواك الاجتماعي ولا اخترت رواك ولا اخترت اسمك قبل ما تكبر ولا اخترت دينك ولا اخترت الزمن اللي انت ممكن تعيش فيه ولا اخترت وجودك ولا هتختار صحتك ولا اخترت اي حاجه. ده مش احنا بس ده كل الناس. ثم بعد ذلك ممكن الانسان بعد كل الادله دي على وجود ان هو فعلا مجبر على حاجات معينه عنده قدام رزق قدام مساحه قدام اب قدام ام قدام قرايب قدام مستوى مادي او اجتماعي او اخلاقي او ثقافي او تعليمي او 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 انا شرط. طب انت نادر بس ايه؟ عشان خاطر كده لازم تقدر مكانك كويس. عشان خاطر كده ما دام انت عرفت ان انت عبد وايقنت ده وعقيدتك لازم تفتح ربنا سبحانه وتعالى وتسمع كلامه اللي انا جاي اتكلم فيه. عشان خاطر كده القران بيقول من عرف نفسه عرف ربه. يعني انا ليه اللي لسه واحد صاحبي اتفضل مش مدي حد الحاجات دي حول حاجات على فكره دايما مشكله الصوره ما تبقاش كده يعني أنا ظلمت حسام. أنت شايف الصورة في الدنيا إيه؟ أنا ظلمت حسام. دي الصورة كاملة ولا نص الصورة؟ ده وجه واحد. تمام؟ طيب، حسام لو جاله حقه. شفتي الصورة كاملة؟ صح؟ تسبيني بس ما تحرقش. عايزة تشوفيه كاملة؟ جيبي الحياة كاملة اتفرجي عليها. ما فيش كلام. ايه الصور؟ صور كده واحد تركي اثنين اخر. الله عز وجل قال: وان تذاكره مثل الحيوان لو كان يعرف. هي الحياه حقيقيه. حيوان هي الحياه الحقيقيه. انا لو انا دلوقتي واحد من الناس مثلا عاش ايه يعني؟ عاش مع الصحه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى عن ايه؟ عن عنده الصحه عن الله عنده بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يوم القيامة يأتي المستعفون أو المعافون يوم القيامة ينظرون إلى أهل البلاء فيودون لو أن جلودهم فرضت بالمقاريض. أنا مش عارف تخاف ولا لا بس عارفة لا بس أقول لها الحالة دي يا شطر عندي واحد بعيد لسه جايبها زي الحاجات الجميلة جدا بالظبط. ايه؟ مبشر مش عارفه البتاع حد مبشر عارفه مبشر ها؟ المبشر طب شكلها عامل ازاي؟ بتعمل ايه؟ المبشر المصنفره الحاجات ايه هي؟ المشط. المشط ده حديد وبيقص
يفصل الجلد ياسف اللحم عن العظم. هو ده لو أنا جلده رضا كل ما قليل. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيكمل فرق من أجل عظم الأجر؟ هو بياخد أجر كبير جدا. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في حبيبة تاني واحد اتولد ما بيشوفش حبيبة تاني ده اتظلم؟ لا، ربنا قال إيه؟ الصورة كاملة. هتعمل كده في الدنيا تمام؟ هبتليك بده وهتصبر إلى اختبار يمكن ليس له أجر إلا الجنة. إحنا ساعات نتخيل إن النعم مقتصرة على ثلاث أربع حاجات عندنا. لما بنفقدها أو بنحس الخطر عليها بنحس إن نشوفها. فلما بشوف واحد تاني عنده النعمة دي ممكن ما عندوش أسف النعمة دي ممكن أتخيل هو عايش إزاي؟ أنا هوريكم قصة أنا بعيشها الأسبوع ده. أنا أعرف حد ما شاء الله قوة إلا بالله ربنا ربي يزيدهم ويبارك لهم يعني مستواهم المادي مرتفع جدا 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 إن شاء الله قوة إلا بالله. زمانهم مات مستوى المادي عالي جدا. إيه اللي حصل؟ كانت زوجة وزوج زوجت ما عملوش أولاد زوجت. إيه اللي حصل؟ مين فلوس؟ الزوجة ومين تاني؟ وقريب الزوج تمام؟ أهل الزوج حلو؟ الزوجة دي بتعيش أسوأ أيام حياتها مع إن هي دي كانت بتعيش بالفترة أجمل أيام حياتها من وجهة نظرها إن لما بيروحش في الصيف خمس ست دول ده مش عايش تمام؟ يعني ده مش عايش إزاي؟ يعني ده حد قريب ما أعرفه كويس تمام؟ طب مش عايش مش ممكن إزاي؟ تزوجت وعشت مش عايش تمام؟ بعد ما حصل كده إيه اللي حصل؟ جالها اكتئاب حاد وخايفة من كل حاجة وحاسة إن حياتها كلها ضاعت لأن يوسفة اللي هي متخيلة إن هي بتاعتها بس بتتاخد منها. في حد تاني اعرفه بيعرفها كويس جدا كان قال شخصيا قال سبحان الله والناس فاكره ان المال نعمه بس خلاص بس ايه انت متخيل ممكن يكون هو شايف ان ده احسن حاجه حصلت لكن واحد اعرفه ربنا يا رب يغفر له ويحول قال له سرطان ده حزين ده حكاية في آية في آية ست زينة عارف إيه زينة؟ حاجة شكلها كده بس وقال لي ربنا سبحانه وتعالى قال وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لهو ولعب بالعب إمه تتغربوا وتفتكروا إن إحنا عايشين في دي إلى ما لا نهاية اسمه مين؟ عمرو إيه؟ عمرو خالد إيه لا يعني جيب لي اسم عم خالد مصطفى حسن حسن مش تمام طب ما سألتش بابا زعلانك ما شفتوش كان ساكن فين؟ انطق جاوبت حسن هيمثل لك أي شيء تمام أنا اسمي محمد أحمد محمد أحمد مصطفى مين مصطفى؟ هو جد من جدودي بس عمره لا يمثل لي اي شيء اسمه ايه؟ يبقى ايه؟ حسن كنت بقول لكم حسن هنا بقى حسن بعد عبد العزيز بيوم مين مد؟ اشتغل ايه؟ جد معاكي كان تعبان وشقيان وطالع عينه صعب عليك يا مرة ولا فكرت فيه انا بس عايز اقول ايه؟ انت عمرو صح؟ هتكون اسم رقم 3 او 4 طول ليه؟ كل واحد فينا هيجي عليه وقت هيكون اسم رقم 3 او 4 لا بس اي شيء الموضوع من دي تمام؟ يعني انا وقت الله يغفر له ويرحمه وقت وانا عمري تقريبا 19 سنه تمام؟ بدل فرق كده حاسس ان انا وانا اتكلمت الدنيا وكلمات وتعلمت وخبرت كليه كنت تانية كليه واتخرجت واشتغلت ودرست وعملت وجات الحمد لله هو الحمد لله ايه مش يا جماعه لو سمحتوا ممكن تقعدوا بس الوقت انا زعلان من التعبان وفي حد تعبانه وجيت وانت تكون وجعاكي وانت لسه اولي حد وقعدت لا
مش انا صغير؟ مش انا مش طوفي عليها؟ لا يعني كده عليها. نفس الكلام. 18 ايه؟ بس انا دقيقة. ليش حاضر؟ روحوا بقى روحوا. يا مولا قوية لو كنت بلاقي في البلاد يعني ما بتبقاش في الجوية. الشاهد ان انا في الاخر مش هكون اكتر من كده. انت مش هتتعدى كام سنة اللي انت عايشها في عمر البشرية مش هنا. عشان 18. تمام. انت مش هينفع ان انت تتعدى انت في عمر التاريخ لا شيء. صح؟ ولا في عمر التاريخ. لا شيء. واي حد في عمر التاريخ لا شيء، احنا هنيجي نقعد شويه صغيرين نمشي. فالشويه دي هي موضع الاختبار بتاعك، يا تنجح فيه يا اما تسقط. بالمناسبه ينفع تجرب تقول ايه؟ طب انا هنسحب من الاختبار؟ ينفع؟ ما ينفعش ليه؟ اتعب. طب ينفع تختار الورقه اللي هتنزل لك؟ الورقه اللي نازله للراجل ده صحه، واللي نازله للراجل ده قطر، واللي نازله للراجل ده فلوس، واللي نازله للراجل ده غربه، واللي نزل الراجل ده ايا كان. حد يعرف يختار ورقته؟ يستحيل. بس انا عندي ايه تطمني؟ الله يخلي الرجال يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالورقه اللي نازله لي يقينا يقينا اعرف عليها. يعني انت لو كنت موجود في منطقه شعبيه كان ممكن تتفق. بس انت عشان خاطر توصل للفردوس الاعلى كان لازم تكون هنا. وبتاع المنطقه الشعبيه يمكن لو كان جاهلا كان ممكن يفتت. انما عشان خاطر يقبل الورقه كان لازم يكون هناك. واللي عنده مرض كان لازم يكون المرض عشان خاطر يقبل الورقه. لان ده الصحه بحقه ممكن تتم. واللي عنده صحه المرض ممكن يفسده. ربنا حاش عنده المرض. عشان خاطر يفضل عنده صحه لان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وده اليقين في ربنا. انك تبقى عارف رقم واحد ان انت عبد والرب كريم. رب رحيم. اداك احسن حاجه في الصحه. فرقم واحد انا عايز اقول ان لو انا بجد فاهم انا مين؟ انا عبد بجد. وفاهم مين؟ الله جل جلاله. انا هتبقى اكتر حاجه بعرف نفسي بيها ان انا عبد. عبد لله عز وجل. وبحب ربنا. وبطيع ربنا. وهفهم قوي الايه اللي انا لسه قايلها من شويه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره. بالمناسبه انا عارف ان في كلام عارف قوي ما هوش قوي. طب بصوا انا يعني انا كده ويعني كده تمام. ساعات انا ببقى خايف اقول حاجه ودي مشكله اغلب الدعاء. يبقى خايف يقول الحاجه في تباين المستويات. فيجي حد لا 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 ده كده غلط تماما. ويجي واحد يقول ايه؟ ممتاز جميل ده هايل. مع ان ده التباين ده ما كانش في تباين في القيمه اللي انا بقولها. ده تباين في الاخيار. انا عايز اقول لكم موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دخل المدينه يوم الهجره. كان في واحد اسمه الحصين بن سلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيسلم على الناس لسه اول مره بيسلم على الناس فبيسال واحد يقول له ما اسمك؟ قال الحصين بن سلام. قال لا ان اسمك عبد الله بن سلام. قال نعم ان اسمي عبد الله بن سلام. انا عايز اسال سؤال معلش ايه الفرق بيني وبين الرجل؟ الحصين بن سلام اللي هو عبد الله بن سلام الصحابي الجليل. ايه الفرق بيني وبينه؟ عارف الوقت. انا بقى ممكن استنكف ان انا اكون عارف. طب بالمناسبه يعني استنكف يعني اتكبر ان انا اكون عارف. طب سؤال هو انا لما اقول ان انا حق لما يكون عندي جوايا شعور ان انا هتكبر ان انا عارف هقول ده؟ يستحيل يستحيل اقول ده. هفضل اقول انا عارف وبحب ربنا وبخاف من النار ونفسي ادخل الجنه ونفسي اخد مقام الفردوس الاعلى. هفضل اقول كده. هفضل اقول نفس الكلام. بس انا من جوايا بقول لا. ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ده الموقف ده يوم الحساب يا جماعه. يوم الحساب الناس كده واقفه ربنا بتتحاسب. ربنا بيقول له انت ايه؟ انت مشرك.
ربنا هو بيقول يعني ربنا بيقول له انت مشرك، هو يقول ربنا ايه؟ والله ما كنت مشرك. دي ايه؟ والله ما كنت مشرك. ده بيحلف بمين؟ بيحلف لربنا بربنا كذب. والله ربنا ما كنا مشركين. الايه اللي بعدها ايه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. شوف كذب على رسول ازاي؟ لازم يكون كل واحد فينا بيصارح نفسه كده. اعرف نفسك على الكتاب والسنه. انت مش هتعيش عمرك كله عشان تاكل وتشرب وتتفسح، او عشان خاطر تحقق وجهه نظر بحاجه تقول ليت. تقول ليت. كنت فاكر كده بعدين سنه كانت شمس. ليه يا جدعان؟ هندسه مش حكومه. هندسه برضه. طيب سؤالي انا صيدلي، انا كلية صيدلي. تمام. ودراسات اسلام بس عشان كل سبب كل ايه. انا ينفع اقول لك والله انا شايف ان في مثلا لو هنا في عمليه فاقول لك يدل على انه مش هينفع شكله مش حلو. ينفع كده؟ ليه؟ لان انا مش متخصص مش اهل خبره مش بتاعتي. تمام؟ مش بتاعتي. فلما يجي واحد يتكلم هو عايز يعرض نفسه على الكتاب والسنه، يعرض نفسه على الكتاب والسنه بفهم مين؟ بفهم هو؟ ولا فهم اهل العلم؟ اهل العلم ليه؟ بفهم هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ليه؟ لانه مش متخصص. فممكن انا افضل اضحك على نفسي حتى من اهل الحديث. حتى من اهل الحديث. انت فلا اديني بسرعه عشان خاطر اكل اللي انا كده ضيعته ثلاث ارباع. اكثر من ثلاث ارباع. كمان انا ممكن نسيب الاسئله في الاخر بس عشان خاطر لو افترض حد ساعدني. طيب واحد من قال اثنين اين الطريق؟ ايه هو الطريق اللي انت عايز تمشي فيه؟ او ايه الطريق اللي انت المفترض او لا؟ اثنين لماذا جئت؟ صحيح. اثنين لماذا جئت؟ انت جيت ليه؟ طب صحيح انت جيت ليه؟ مش عارف ليه؟ جئت لا اعلم من ذلك صح؟ ولقد ابصرت عقيم تشاور ابصرت الجدال طريقا عشان لو عندي رسالة وصلها ممتاز. مين تاني؟ عشان أعمر الدنيا، مين تاني؟ أعمرها إزاي يعني مش فاهم؟ إيه يا عم؟ أنا جاي أنا بس معايا يا شباب، صباح الفل. أيوة. جيت ليه؟ ها؟ إصلاح كوكب الأرض، بصراحة عاجبني حقيقي. زي إيه يا جماعة اللي جاي؟ بس ما بالك؟ إصلاح كوكب، إيه تاني؟ عشان نساعد بعض. الآية الصريحة بتقول بعض الموجودة وقد خلق الجن والإنس إلا يعبدون. الله عز وجل خلقنا عشان خاطر بس. مفهوم العبادة بقى إيه؟ كل ما يحبه الله من الأقوال والأظاهرة والبصيرة. سمعنا؟ أي حاجة ربنا يرضاها في الأعمال. صلاة صوم عبادة. حج عمرة صدقة وزكاة عبادة. زواج عباد، فسحة بدل ما فيهاش معصية، عباد، هزار وضحك بنعمله بغرض الترفيه، عباد، بتلبس شيء بتحتسب ان انت تكون نيتك ان الله جميل اللي حلو الجمال، عباد، بتحوش فلوس، عباد، بتروح تشتغل بره، عباد، ما دام ما فيش معصية تقدر تحتسب بأي حاجة ليا صبرا، ابن عباس كان يقول اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني حتى النوم ممكن تحتسب ان هو يكون عباده، طالما مش معصيه، ايه الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش احتسب فيها؟ المعصيه. ليه؟ ما ينفعش اعمل معصيه في سبيل الله، ما ينفعش. كما الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانا جيت واحد عبد، اثنين العبد ده جه ليه؟ عشان قدر يعبد. طيب سؤال. طيب
انا جيت عبد اتنين جيت ليه عشان خاطر العدد. انا بقى ماشي ازاي الطريقه او الخريطه ازاي؟ ايه المخرج انا مش عارف. انا عايز اسال اليوم عايز اقول ده سؤال فرعي اتخرجت مره من الايوان اللي انا ما حطيتهوش وهجاوب عليه ازاي؟ هو بيسأل السؤال واللي عايز يلعب السؤال ده في الآخر هجاوب عليه بس في الآخر ويقول ليه ربنا خلانا معانا ومش في حاجة. طيب أخيرا إيه هو الكتاب اللي أنا بيفضل العشرين؟ هو في الواحد بس إيه هو؟ الكتاب والسنة اللي هو المنهج اللي أنت اشتريت موبايل اشتريت حاجة. أما تشتري الحاجة دي مفترض إن أنت تستعملها إزاي؟ بتستعملها على الهيئة اللي صانع الحاجة دي عمل غير كده خلاص. هو انا اعرض عن ذكري فان له معيشه فانضج. بعد كده لو انت استعملتها على خلاف هذا الشكل ايه اللي هيحصل؟ انت هتحس بحاجه هتحس ان في حاجه مش مظبوطه. وانا احشره يا رب القيامه في اعلى قال رب لما حشرتني اعلى وكنت بصيرا في القال كذلك اتتك ايه فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اخيرا طيب ايه حرف فين اللي بخش؟ احنا بنروح فين يا رب؟ ايه الصورة اللي عملتها؟ كلية بزنس بنروح فين في الآخر؟ الآخر موت صح؟ في حد مش ناوي يموت هنا يا جماعة؟ في حد مش ناوي؟ مصطفى في دار كم مكتبات؟ عندك تقول في ايه؟ في حرب ايه؟ ايه؟ طول عمري بحب المهم كل مرة في الليل في جامعة مصر اللي هو صاحبنا بس هو راجل محترم يعني الحمد لله كان رايح يحضر محاضرة مش عارف الموضوع ده بيحصل على طول ولا بيحضر محاضرة اللي غلط مات صديقة يعني كان عايز يراجع معاها. المهم دكتور شك أداءه في المحاضرة كده حس إن هو قال له يا دكتور لو سمحت ايوه انت هو انا ايوه انت هو انا الو الو انت معانا في المحاضره؟ انا طب الماده دي اسمها ايه؟ طبعا سؤال قال لك الف اي حاجه اسمه هوم ورش. طب مش كافي الجزء اسمها هوم ورش ورش ده اللي هو اي حاجه اورجي علم المنقرون بيقررون الشيء علم المعارض قالوا ايه البسيط في الاخر؟ ان انا كنت بعد الموت وده حاجه من خش جنة خش نار خش جنة خش نار على اساس ايه؟ على اساس ان انا نزلت حضرتك اللي هي ينفع انت تكتبها لان الله جل جلاله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال القران بسم الله وسيق الذين اتقوا ربه الى الجنه زمرا وقال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. كل اللي انا قلته قلته سريعا دقيقتين واحده صح مش فاكر خد خمس دقايق ماشي حاضر هكتب وهحاسب انا مين ومين بكل صراحه يا شباب انتوا ممكن اعمار الناس اللي قاعده تبقى اغلب الناس تحت 22 23 سنه صح؟ في حد فوق ال 24 سنة؟ كم واحد فوق ال 24 سنة؟ ماشي اثنين. سواء للناس اللي فوق ال 24 أو حتى أنا هقول لكم حاجة، أنا كنت في يوم من الأيام شاب صغير يمكن أنا مش كبير أوي دلوقتي أنا عندي 31 سنة بس أنا كنت في يوم من الأيام كنت صغير ما دورتش وكنت بطيها وعادي والدنيا لذيذة وبنعمل اللي احنا عايزينه ومش فارق معايا خالص 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 وانا ما بستعرفش في يوم من الايام ان انا كنت مش مبتسم ان انا كنت بقضي عادي جوه فتره من حياتي وكنت صحيت على بال عليا وكنت بلعب عادي وكمان احنا اسكندريه مغريه جدا انت تعيش في الحياه حياه لذيذه الدنيا جميله احنا عادي تمام والامر قدر الله ما شاء فعل خلاص
وانا الحمد لله ربنا فتح عليا ان انا اغير، ولكن بعد ما تغيرت وبعد ما شفت اصحابي اللي لحد النهارده مش عارف اتغير، انا جاي اقول لكم بالله عليكم يمكن قدام صعب قوي ان انت تتغير، يمكن قدام في حاجات كتير عايز تعملها مش هتعرف، قدام ارتباطاتك وملتزماتك اكتر بكتير، حياتك واجتماعياتك هتتعود على شكل معين، لو انت دلوقتي بنيت حياتك على امور معينه يمكن ما ترضيش ربنا، يمكن قدام مش هتعرف، ومعاك في هدوم لما بيجي عليها حاجه ينفع تتمسح او ممكن تتمسح، بس في هدوم لو جاء عليها حاجه هتتحقق، ما ينفعش لازم تتكلم بصت مفيش بصت. اللي انا عايز اقوله ان طول ما انت فيك نفس فانت لسه ما بصتش، انت ينفع ينفع تدوم ينفع تتحقق، بس انت مطلوب منك انك تعمل حاجه تكون صح، وده لو انا طلعت منه بالمحاضره اللقاء ده مش عايز اقول كده، ان النهارده كل واجب لكل واحد فينا هو يجيب ورقه ويكتب ويكتب انا بعمل ايه غلط في حياتي. على فكره يا جماعه انا كنت بعمل حاجات غلط كتير جدا في حياتي وانا مش مصدق اصلا خالص. انا اذكر ان انا لما ابتديت ان انا التزم ورحت قلت لواحد صاحبي اسمه احمد سالم قلت له بقول لك يا احمد قال لي قلت له ما تيجي نحضر خطبه الجمعه من اولها على اساس ان ايه ده اختراعي، لدرجه ان انا اليوم في الجمعه ده انا كنت اول مره اعرف في حياتي انا وانا عندي 19 سنه ان في حاجه الامام بيقف عليها فوق فوق مثلا فاكر هو في واحد بيتكلم مش عارف بيتكلم ازاي هو لو ضربت الطيور بس هي الفكره ان عدد الزمن والحاجات اللي انا ممكن اكون شايفها في عيوب جديده ان انا ازاي احضر الصلاه كده ازاي التزم ان انا ما اتعاملش التعاملات الفلانيه ازاي التزم بان انا اكون مضبوط في موضوع فلاني ازاي مش هحاول في الاماكن الفلانيه تاني ازاي هغير الصحبه اللي كانت بتخليني اعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ازاي كل الحاجات التانيه دي انا حسيت ان خلاف الطبيعه ما ينفعش والله ماشي ومبسوط الدنيا لذيذه حياتي ماشيه بنجز وبتعلم وبكبر وبفرح وبتفسح وبعمل كل حاجه انا عايزها ومبسوط ومفيش حاجه بالليل يمشي معايا انا كان نفسي اشرب مخدرات بس ربنا ما يعني عارف لو كان نفسي اكون مدمن بس السكه ما انا لو كان حد اكتشفني كنت بس ما حدش شاف فيا الموهبه اللي كان ما لقيتش عادي اي حاجه في حياتي كانت غلط بطلتها وانا مبسوط دلوقتي انا بطلتها يمكن بالمناسبه لما كنت ببطل اي حاجه في حياتي كنت ساعتها بدوس على نفسي كنت متضايق زعلان وكنت شايف ان ايه ده وهو كده يعني وكمان بقى تيجي تقول لك ايه بقى بالذات لما يجي حد يقول لك الصحبه الصالحه نعم صحبه ايه يعني تعال بقى اتجوز حضرتك يعني احنا في الاسكان مش عارف بقى يعني احنا هنتجوز بقى لسه في مثلا ده هو اسكندريه يا عم يروح في حتتين زمان يا ما بيروح في حتتين غير سبورتنج وعايده اسكندريه اسكندريه ممتاز غير سبورتنج وعايده برضه حبيب انت لسه موجود بس انا مشيت من زمان هي دي اسكندريه كان زمان يوم ما كان في فتح كان اسمه ايه كان في كارفور على جنب كده ممكن كان زمان قوي لان في كافيه نازل اوه كده ايام ما زهران قال لك مول مول ايه مول ده انا كركاتي محلات يا يعني فدي امان زي زمان كان في كده المهم يعني ان انا في حاجات كتير جدا لما جيت حتى ابطلها او بالذات موضوع الصحبه ده انا بقيت شايف الصحبه صراحه الصحبه الجديده الصالحه دي فاكسه جدا فاكسه جدا فاكسه سنين تمام انت شايف الفاظهم فاكسانه طريقه تعاملهم فاكسانه ايه معنى فاكس فاكسانين فما ينفعش في النهاية لما يكون عندك إرادة إن أنت تتغير هتعرف تتغير. أنا رجالي تكس ورقة وقلم تكتب الحاجات اللي أنت بتعملها غلط في حياتك تكتب الحاجات اللي أنت شايف إن هي غلط حتى لو أنت مقتنع إن هي صح وتبتدي تشتغل عليها سنة واحدة. وأسأل الله عز وجل إن هو الله عز وجل لا يكتب لك لقاءه إلا وأنت تائب من كل إلا وأنت تائب من كل انما لو عشت طول عمرك بتعتمد في حياتك على حاجات ربنا ليك رقم مثالي لما انت تقابله مش هتكون مبسوط النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه
أحب الله لقاءه والكاره لقاء الله كره الله لقاءه. أنا وياك ربنا سبحانه وتعالى ولا قاعد فعلي ومن ساعة كذا بقول إلى الخروج آياتها روح طيبة. إذا لو أنا غاية مكملها خروج آياتها روح خبيثة وموجود في القبر في المشكلة موجود في يوم القيامة مشكلة أكيد لما أعرف إن هو غير مش هيكون كويس. كره لقاء الله كره الله لقاء صلى الله عز وجل يدخل لنا جميعا التوبة وأن يجمع هذا الجمع إن شاء الله في ظل عشر يوم لا يكون إلا أنا عارف إن طولت عليكم عارف